أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من خلال شاشة الكرمة وبرنامج الحية وبس يشرفني في هذه الحلقة أن يشاركني في الحديث عن موضوع اخترناه وهو بعنوان هل يمكن استحضار أرواح الموتى ودي دايرة كبيرة الكتاب المقدس اتكلم عنها وهنناقش الحدث اللي اتكلم فيه الكتاب المقدس في صموئيل الاول اصحاح 28 بالتفصيل لكن قبل ان ندخل في هذا الجزء احب ان انا اقدم لحضراتكم ضيف الكريم الاخ الفاضل بشاره المصري وهو عضو مجلس في جمعيه الصليب بطنطا وخادم للانجيل لسنين طويله اهلا وسهلا بك لاول مره على برنامج الحياه وبس يشرفني جناب الأسيس أن أنا أكون مع حضرتك في برنامج الحقيقة وبس لأن ده برنامج قوي وجريء وبنقدم الحقيقة كلمة الله أميل. الحق الذي يجب أن نتمسك به فأنت جناب الأسيس اسم على مسمى القص نبيل وأنت من خدام النبلاء أشكرك جدا يا من يباركك الرب أنا متشرف أن أكون مع حضرتك ربنا يباركك شكرا من أجل كلماتك الرقيقة في حدث في موضوع اليوم حنتكلم بالتفصيل عن امور كثيره فيها نوع من التضارب وبعض الامور ايضا في عالم الارواح الناس بتتصرف بتصرفات وانا من خلال الخدمه شفت ناس مؤمنين بيتصرفوا تصرفات الحقيقه في انا يعني مش بتهم اي حد لكن في جهل وعدم معرفه والمام بخلفيات هذه الامور من امور الشعوذه والاحجبه الى اخره وهنتكلم بالتفصيل عن هذه الامور لكن عايزين نبدا في بدايه هذه الحلقه خدنا في رحله سريعه عن التاثير الشيطاني سلطان الهواء م. الذي يعمل الان في ابناء المعصيه له تاثيرات في دوائر مختلفه يتحرك من خلالها ادينا مقدمه عن هذه التاثيرات والمجالات. الحقيقه بالنسبه لايامنا الحاليه والعصور اللي فاتت لما صارت المجتمعات ناضجه في ملوك وحكومات وبلاد كذلك مملكه الظلمه نظمت نفسها لان هي رتب وملائكه تمام فمصارعاتنا ليست مع دم ولحم لكن مع اجناد الشر الروحيه في السماويات مع السلاطين مع رؤساء مع ولاة هذا الدهر هناك مناصب مختلفة نعم. لهذه الرتب تشمل جميع جوانب الحياة فلما نقول الحياة فيها ثلاث جوانب مهمين م. النظام السياسي اللي بيحكم العالم الملوك والرؤساء النظام الديني المؤثر على العالم النظام الاجتماعي اللي الناس بتعيش فيه من جواز وارتباطات وتجارة ووظائف وإلى آخره الشيطان بيشتغل في الثلاث مجالات تمام في المجال السياسي بيؤثر على قاده الدول وعندنا امثله في كلمه الله لان احنا لازم نتكلم من كلمه تمام. الله تعرفون الحق والحق يحرركم والحق وكمان تضلون اذ لا تعرفون, تعرفون الكتب تمام. ولا قوه الله تمام في فرق بين المعرفه الذهنيه وبين تمام. معرفه قوه الله فشفنا مثلا اخاب لما حط عنده نيه انه يحارب الاراميين في راموت جلعاد دعا انبياء الرب وقال لهم احارب ولا ما احاربش وبعدين يهوشافاط قال له طب ما فيش نبي تاني كلهم بيقولوا له روح حارب ويهوشافاط كمؤمن حس في داخله ان ده مش كلام صحيح الحرب دي غلط فجابوا ميخا بن ياملة فقال له كلام الرب انه شاف الله عمل مجمع وجات الملائكه اجتمعت ودخل الشيطان في المجمع لان الشيطان بيظهر امام الله وده احنا عارفينه من قصه ايوب تمام من أين أتيت من الجولان في الأرض والتمشي فيها هل وضعت قلبك على عبد أيوب كذلك في هذه الحرب يعني بيؤثر على الملوك فقال أنا أذهب وأكون روح غي في أفواه الأنبياء يغوي أنبياء اللي هيدعيهم أخاب عشان يقولوا الأخاب روح حارب وهتنتصر وده اللي حصل فعلا روح الغي نجح وراح أخاب وحارب إذا الحروب تتأثر بقوى شريرة تسبب هذه الحروب بتأثيرها على الملوك والرؤساء كمان عندنا داود كان ملك وكان رجل الله لكن ووقف الشيطان مقابل بني إسرائيل مم. وأغوى داود أن يعد الشعب مم. فعد داود الشعب لكنه ما كانش كتابي في عد الشعب تمام. ما دفعش نصف شاق الفضة يا يعني كل واحد يدفعها يا يعني هو اللي يدفع عن كل الشعب نصف شاق الفضة والملك يقدر يدفع كل ده لأنهم لم يفضوا بفضة الكفارة جه ملاك الرب وقاتل الاف مؤلفه <applause> لان مين اللي وقف في الاصل الشيطان اغوى داوود ان يعد بني اسرائيل ويشوف قوته للحرب قد ايه دون ان يضع فضه الكفار فالشيطان يتدخل مع الملوك كمان الجانب الديني الشيطان ليه تدخل في الجانب الديني والجانب الديني بياخده من حاجتين يعمل فيه آآ آآ حاجات خارجيه دين موازي أنت بت... عندك كتاب مقدس وعندي كتاب مقدس أنت عندك صلاة وعندي صلاة أنت بتقدم مشهور وأنا بقدم ذكاء أو فلوس أتصدق بتصوم وأنا بصوم يعمل دين موازي مم. ده شيء من الشر بيعمله في النزعة الدينية الشر الثاني اللي بيعمله داخل الدين إنه يجي داخل الإيمان نفسه سواء كان في أيام بني إسرائيل أو في أيامنا حاليا ويعمل بدع وهرطقات متعددة مم. ولعلنا حتى الآن بنحارب بدع المرمون وشهود يهوه وياما افكار شريره داخله وتسلط داخل ال... 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 الكنيسه الله في حاجات كتير دخلت جواها غلط حتى ان الرب شبه هذا الامر بان حبه خردل نمت وتآوت فيها طيور السماء التي ترمز الى الشر مه. الجانب الاجتماعي بقى وده المهم جدا جدا واللي هيبقى موضوع حلقتنا فيه ان شاول عايز يستدعي رخصه مؤيل امور مه. اجتماعيه ملهاش دعوه بقى بالسياسه ولا بالدين هنا هو عايز نصيحة من واحد كان بيقدم له نصائح قبل كده بنلاقي فيه كل الأعمال بقى اللي بنسمع عنها السحر بأنواعه والعرافة والشعوذة والمشخصقين والهامسين ومحاولات الاتصال بالجان ومحاولات استحضار الأرواح وده الجانب اللي هيبقى في الحلقة بتاعتنا أكتر تمام. هنركز عليه النهاردة تمام. لما هم الثلاث جوانب دول تمام إذا دي الجوانب والدوائر اللي بيتحرك فيها عدو خير لكن الكتاب المقدس أيضا اتكلم على أسماء كثيرة للشيطان وإحنا كنا في حلقه قريبه جدا اتكلمنا في هذا الموضوع لكن لم نلمس دائره التشبيهات الكتابيه عن هذا العدو اللي اي جيش قبل ما بيحارب بيعمل عمليه تعريف للعدو لجنوده حتى يستطيع الجندي ان يفهم التكتيك والخطط واساليب الحرب التي ياتي بها العدو فالهدف من كل ما نفعله ليس تكبير او تجميل او وضع العدو في صوره لا يستحقها لكن احنا بنلقي الضوء الكتابي مش افكارنا الشخصيه على هذا العدو حتى حينما يهاجمنا ندرك ونعرف وكما يقول الوحي المقدس في رساله بولس الرسول الى اهل كورنثوس الرساله الثانيه لم بيقول لاننا لا نجهل افكاره وهذا هو القصد الاول والاخير من خلال الحديث في عن هذا العدو فهذا العدو له تشبيهات كثيرة في, في الكتاب طلع. المقدس قدنا إلى بعض هذه النقاط لو سمحت دي فكرة رائعة وجميلة نتكلم فيها عن تشبيهات الشيطان وملائكة الشر أو أرواح الشر اللي بتشتغل في العالم والحقيقة كلمة الله فيها جانب رمزي على طول ولما بيدينا تشبيهات لأي موضوع ما ننساش لما يقول مثلا ان آآ آآ الزارع زرع وبعدين جت طيور السماء خطفت الكلمه تمام وهو ده ابليس اللي بيجي يخطف الكلمه يقوم الانسان لما يسمع القصه مش هينساها يعرف ان هو معرض لان الكلمه تخطف منه ولابد ان يحفظها كاناء جيد من ان تخطف فالتشبيهات ديت من ثلاث مجالات في الحياه كويس. الحياه فيها النباتات ايوه والحيوانات والانسان تمام دول الكائنات الحيه اللي موجوده ففي تشبيهات من مملكة النباتات ومملكة الحيوان ومملكة الإنسان. بيتشبه بها العدو آه، من خلال هذه الدوائر. تكلمت عن إبليس آه. من خلال هذه التشبيهات. تمام. وبالتالي لما هنسمعها دلوقتي والمشاهدين يسمعوها هيبقوا فاكرين الكلام تمام. وده جمال كلمة الله. تمام. لان احنا عايزين نقول حاجه مش عايزين ندي الشيطان اكتر من حجمه صحيح ولا اقل من حجمه تمام. لازم نعرف عدونا كويس جدا وفي نفس الوقت نعرف ان الذي فينا روح الله الذي فينا اقوى من الذي في العالم نعم روح الله فينا اقوى من رئيس سلطان الهواء صحيح ولا يستطيع ان يمس المؤمن اذا كان المؤمن فعلا بيقاومه قاومه ابليس فيهرب منكم تمام لكن اذا المؤمن خاف ده تمام فالمقصود هنا المعرفة لان ياتي الضلال من عدم المعرفة وعدم الحصول على قوة الله. نعم. آه فتشبيهات مملكة النباتات عندنا تشبيه الأرز. في في واحد 31 الحقيقة كل الخدام دايماً يكلمونا عن ثمانية 28 وبيسيبوا باقي الإصحاحات. ثمانية 28 اتكلم عن ملك سور، تسعة 29 و30 و31 اتكلم عن فرعون ملك مصر فشبهه بحاجات من من مملكه الحيوانات وشبهه بحاجات من من مملكه النبات مه. وانا احب اقرا معلش عشان دي بتبقى جديده على بعض الناس اتفضل ففي حسقيال 31 يقول هو اعلى الارز ارز عالي جدا في لبنان جميل الاغصان واغبى الظل ظله رائع وحلو وقامته طويله مه. الارتفاع وكان فرعه بين الغيوم طبعا ما فيش شجر أرز هيوصل 10 كيلو مثلا مهم. للغيوم لكن هو هنا بيتكلم عن فرعون الذي يرمز للشيطان مهم. ويحول الكلام على الشيطان قد عظمته المياه ورفعه الغمر أنهار جرت من حول مغرسه وأرسل جداولها إلى كل أشجار الحقل فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحقل هو تكبر على كل الملائكه ابليس فعدد سبع يقول فكان جميلا في عظمته وفي طول قضبانه لان اصله كان على مياه كثير الارض في جنه الله لم يفقه الثرو لم يشبه أغصان والدلب لم يكن مثل فروعه كل الاشجار في جنه الله لم تشبهه في حسنه جعلته جميلا بكثره قضبانه حتى حسدته كل اشجار عدن التي في جنه الله طبعا يقول من اجل انك ارتفعت قامتك وكذا وكذا هستاصلك وهتقع وتحرق والى ذلك اذا هيستخدم هي عالم نبات شجره الارز آه. العاليه جدا اللي هي ترمز الى الكبرياء تمام وده اللي حصل لانه كان قروب وقال عنه ان كنت القروب المنبسط المظلل وبعدين قال كده اضع كرسي فوق العلى فوق كواكب الله م. الكواكب المقصود بها ملائكه الله أضع كرسي فوق ملائكة الله مم. ومش عايز يأخذ الأمر من الله ويقدمه للملائكة عايز هو يبقى صاحب الأمر وصاحب السلطان نعم. وانفرد بالسلطان عن الله نتيجة الكبرياء اللي هو وصل ليها وصار هو مصدر كل خطية وشر تمام. بهذا الكبرياء تمام. فيبقى تشبيه الأرض تشبيه تاني عندنا جميل في قصة يوسام لما أخوه قتل اولاد جدعون كلهم وبعدين يسام اتكلم مع الشعب وقال لهم شجره الزيتون قالت قالوا لها تعالي كوني ملكه رفضت شجره التين الكرمة الى ذلك لكن مين اللي رضي يبقى ملك عليهم شجره العوسج وشجره العوسج كلها شوك فقال لهم هيطلع شوك منها يحرقكم وده العوسج اشاره الى الشيطان آه وده موجود في مثل الرب قالوا لانه كل ما قاله الرب في العهد الجديد له مصادر نعم زي ما يسام تكلم عن العوسج الرب جاب من هذا المصدر في مثل الزارع ان في زرع سقط بين الشوق تمام الشوك فعمل الشوك خنق الزرع مم. وهكذا هموم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمه فتصير بلا ثمر كمان يتكلم الرب عن زارع الزوان انسان زرع في حقله زرع جيد وفيما الناس نيام جاء جا جا عدو, عدو وزرع. وزرع زوان فهو زارع الزوان في وسط الحنطة فدول تشبيهات بسيطه من جميل مملكه جميل. النباتات يعني حضرتك بدات بالارز ايوه في كبريائه وارتفاعه الشاهق أيوة. وبعدين ربطنا بعد كده بالعوسج بالعوسج أيوة. والعوسج كله عباره شوك. عن شوك يعني لا يخنو. يمكن لانسان ان يتعامل مع العوسج الا وان يحصل له ضرر لازم هيشوكوا لازم يحصل هيشوك. <applause> له ضرر فاحنا بنقول لهم اياكم تتعاملوا مع ارواح الشر ولا الاعمال والعو... والعوسج ثم الزوان الزوان اللي اتكلم عليه الرب آه يسوع المسيح آه آه وهو مشابه للحنطه آه لكن عشان كده قال لهم سيبوه للاخر ينميان معا ينميان وبعدين يحصل بعد كده وعشان كده دلوقتي في وقت نمو شر نعم. زي ما كلمه الله بتنمو وعندنا القنوات المباركه بتذيع كلمه الله، كمان الشر بيزيد في صحيح. هذا الوقت لان الزوان بينمو بجوار تمام وده في داخل الحنطه يعني أيوة. يمكن ان يكون في داخل الكنيسه هذا مزبوط. الخليط اذا ده التشبيه الاول او الثلاث تشبيهات من داخل الدائره المملكه مملكه النباتات طيب تشبيه ثاني من من مملكه الحيوانات والطيور وده في حاجات كتير. بس هنقولها بسرعه مش هنغيب فيها لو قلنا مت 13 في مثل أمثلة الزارع أمثلة آه. البذور اللي ألقيت آه. وقعت تمام. على الطريق جاءت الطيور وإيه؟ وأكلتها وأكلت. وده رمز للشيطان طيور السماء رمز لأرواح الشر إيه اللي بتخطف فهنا في رمز من الطيور إنها بتطير في الهواء وده الشيطان هو رئيس سلطان الهواء تمام وبيعمل على إيه؟ خطف كلمة الله مم. المزروعة انما توصلش الى نفوسنا ونقطه مهمه جدا أي. في اللي بتقوله حضرتك ان البعض بيسيء الفهم ويتكلم على ان الشجره تتآوى تحتها طيور السماء يعني الكنيسه لا. وتلم الناس، الكلام ده كلام أي. اجتهادي خاطئ أي. وفي كل مره يذكر الكتاب المقدس طيور السماء هي اشاره الى العدو الذي يلتقط ما يضعه الرب من البزار بزار الانجيل في قلوب الناس أيه. فدايما الطيور موضوع بقى نتيجه الشيخ. عدم معرفه كلمه الله يوم نعم. يفسروا تفسير <applause> <بزرق. تصفيق> لكن كل حاجه في كلمه الله واضحه لان الرب قال تعرفون الحق تمام. حق معلن تمام اذا اول شيء الطيور ثاني شيء ثاني شيء حاجه مشهوره بالذات عندنا في مصر الذباب اه, آه. أه. أه. اسمه بعل زبوب تمام اله عقرون كان اله من الهه الفلسطينيين في مدينه اسمها عقرون تمام. كان اسمه بعل زبوب ويبدو ان هو كان على شكل الذبابه وكان الناس بيقدسوا الذبابه ليه لان الموتى لما بيموتوا يجي يفتحوا المقبره يلاقوها مليانه ذباب وذبابه كبيره وزرقاء ومش عارف ايه فيظنوا ان الروح جت في هذا الذباب فعملوا اله للذباب لان هم يخافوا ان يكون دي ارواح اهاليهم واقربائهم اللي ماتوا فبيقدسوا هذا الاله عشان الذباب تمام طب ايه اللي بنشوفه في الذباب؟ الدبان وانا بقول لكم مصريين والناس اللي هتشاهدنا وعارفين الكلام ده. تيجي الدبانه تهشها ترجع تاني، تهشها ترجع تاني. الالحاح. م. ابليس مش هتهشه مره سبك ومشي، لا. هيتني ويرجع له تاني. الالحاح والفساد. اه اه جاي بميكروب. الذبابه آه. تنقل الميكروب. تمام. بتقف على حاجات رديئه لانها بتاكل منها ومش بتموت من الحاجات الرديئه دي. لانها هي حشره استخدم التعبير الرب ذاته آه. في الأناجيل مرة قيل بعل زبول ومرة أخرى قال عنه بعل آه. زبول آه. البني إسرائيل آه. نتيجة أن بعل زبوب إله الفلسطينيين له لقب إن هو رئيس شياطين تمام سموه بعل زبوب يعني كانوا فاهمين لكن الخطأ أن يصف الرب بأنه ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين وهذا لا يصح فلسفيا الرب رد عليهم تمام. فلسفيا لا تستطيع مملكه تنقسم على نعم. ذاتها وتنجح تمام. وده كلام صحيح إن عندنا تشبيه تشبيه ثاني من حزقيال 29 عن فرعون ملك مصر أيوة. اسمه سمات التمساح الكبير هكذا قال السيد الرب هانز عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرابط في وسط انهاره وبعدين نتكلم عليه برضه ان هو إبليس لان فرعون كان بياخد قوى الشر من روح لل... للعشر ضربات ايام موسى هو رئيس العالم الذي يقاوم عمل الله تمام في هذا الوقت فشبهه بالتمساح الكبير وده بيوصلنا لحاجه ان اول تشبيه كان في الجنه او شفناه الحيه واخر تشبيه في كلمه الله التنين شاف في رؤية نشر. مم. تنين عظيم أحمر، مم. وهذا التنين كان بيعبر عن الاضطهاد لشعب الرب في هذا الوقت اللي هيبقى حسب كلمة الله في رؤية 12 عن البقية الطقيه، اضطهاد البقية الطقيه، فهو التنين الحي القديم، نعم. فبيأخذ صور متعدده منها هذه الصورة عن التمساح الكبير، تمساح كبير ده بيخوف لأنه يفترس حاجة كبيرة. وكمان التمساح ده من طبيعته بعد ما بيفترس الفريسة يفتح بقه ويخشبها كده ويجي طير معين يدخل يلتقط من ما بين أسنانه فضلات الفريسة اللي أكلها وهذه الطيور أشهر الأرواح الشر فهذا هو التمساح الكبير قال له هطرحك أنت وسمكك اللي على حرشيفك في للإبادة تمام عندنا كمان تشبيه مهم وكل المشاهدين كده وعارفينه تشبيه الاسد تمام ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الايمان علمين عالمين ان الضيقات اللي بتيجوا من منه جت على نفس المؤمنين في كل مكان وهؤلاء انتصروا ويا زي ما حضرتك كلمتنا في اخر خدمه نحن نسير في موكب نصره الرب كل حين امين امين نحن ايضا عندنا الحق كل مؤمن له الحق ان يعيش منتصر على ابليس، قاوموه راسخين في, في الايمان. جميل. فده تشبيه الاسد، طبعا الاسد غير الحيه. تمام. الحيه اللي قلنا في الاخر بقى شكلها تمساح او بالزبط. بقى شكلها تنين عظيم، الحيه تيجي بالحيله والخداع. تمام اما الاسد بالهجوم بالزئير م. يعني لو سمعنا زئير اسد هنجري م. خايفين اللي يكون سايب، م. الاسد هو ده الشيطان بيجي كده، لكن كلمه الله دقيقه ابليس خصمكم كاسد. بالظبط وليس اسد فمين اللي غلب هذا الاسد؟ الاسد الخارج من سيناء اه كلنا نشكر الله الرب طيب لكن بحذر المشاهدين هتروح تعمل حاجه مع العرافه او اعمال أو, او 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 انت رايح للاسد والاسد خطر في سفر الامثال اتكلم عن اسد زائر امثال 28 عدد 15 و18 اسد زائر ودب سائر المتسلط الشرير على شعب فقير. مم. السالك بالكمال يخلص والملتوي في طريقين يسقط في احدهما. فاذا كان الناس هتعرج ما بين الفرقتين عايز الرب ويرجع يقول انا عايز اعمل عمل لبنتي عشان تتجوز او جوزها بيكرهها تحبه او 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 الكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده لان ده اللي بيشوفوا في الواقع العملي. مم. انت بتلجا الى اسد زائر ودب سائر. مم. هيظهر لك في الأول كالحية ويقول لك أعمل لك اللي أنت عايزه في الآخر هيبقى فيه قوى الشر متابعة واللي هي التوابع زي ما بنسميها وهذه القوى الروحية أو الأرواح الشريرة هتسبب خراب داخل العيلة وفي أعماله كل شيء هيبوظ في حياته بسبب لجوءه إلى تمام الأسد السائر الزائر أو الدب السائر احنا كده خلصنا تقريبا كل التشبيهات من مملكه الحيوان من مملكه الحيوان بدانا أوه. عندنا آه الاولاني خالص آه في طيور السماء قلناها يبقى يبقى بدانا بالهوائيات بطيور السماء انت ملاحظ قلنا حضرتك الهوائيات آه. طيور السماء وبعلي زبوب بالظبط آه. والذباب ثم التمساح وما كانوا فين والتنين الحية القديمة آه، التمساح ما في المية أكيد يبقى آه في الهوائيات آه والمياه إلى دائرة المياه يعني عايز تقول آه وبعدين, وبعدين الأسد, الأسد على دائرة الأرض على دائرة الأرض بالذات آه والدب آه أيضا وبعدين آه الحية القديمة اللي صارت التنين في سفر الرؤية نعم تنين عظيم أحمر تمام وده يعني المارد الاحمر يعني يعني حضرتك حطيت المارد الاحمر ده النار. آه آه يعني حطيت <applause> ال العناصر الصورة العناصر دي آه. في داخل الماء وفي داخل الهواء وفي داخل الارض الارض وفي وفي النار النار لسه ما ما هو التنين العظيم الاحمر التنين العظيم الاحمر على المارد اساس اشارة الى النار المارد الاحمر ده لقب للنجوم اللي بتنفجر بتحصل لها حاجه يسموها المارد الاحمر يعني, يعني النار يعني اديتنا دايره كامله نعم. الأربعة. هنوضح للمشاهدين بعد كده الاربع مجالات دي لاعمال الشر اللي نعم. بتؤثر على عناصر الحياه الاساسيه وبالتالي تاثر على الانسان اللي يتواصل مع هذه الارواح الحقيقه حاجه مؤسفه لما بنروح بيوت فيها خراب بسبب ارواح الشر وهم نعم. مش دريانين ومش عارفين نعم التشبيه الثالث من مملكه الانسان عندنا واحد عظيم خالص دانيال. أي كل الحكمه في دانيال وفاق كل الحكماء. نعم. ابليس موصوف عشان يتقارن بالحكمه وصفه بدانيال، فحص قيال 28 انت احكم من دانيال. ده دا حاجه مرعبه ما يعني يقول له انت احكم، ها انت احكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك. ده ده بيعرفنا ان ابليس دارس كل حاجه في حياة الناس التاريخ والحاضر والناس والسلالات والعائلات عنده دراسات قوية وكاملة دانيال كان بي بيكلمنا عن الممالك ومين يجي بعد مين و... 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 ويفسر الألغاز و... و... و, و, الغاز و, و هو. هو إبليس فاهم كل الحاجات دي الناس متخيلة إبليس بقرون وبديل وشي ولابس ما عرفش حاجة صمرة لا مش كلام ده وعنده شعر لا ده إبليس هو ملاك ساقط وكان ملاك كان كروب صحيح وكان قاروب يعني مكانه عالي جدا. فلما بيكلمنا عن دانيال اللي قعد مع الملوك وكان هو نمبر تو بعد الملك على طول. أيه فدانيال ابليس كان في مكانه كبيره. نعم. انت الكروب المنظر على عرش الله كنت. م. والكروبيم يختلف الملائكه الكروبيم تختلف عن الملائكه السرافيم. السرافيم تسبح الله م. ولهم سته اجنحه. يغطي وجهه ويغطي رجليه واتنين يطير. باتنين يغطي وجهه واتنين يغطي رجليه واتنين يطير، يعني معناها هو واقف وهو بيسبح ومغطي وشه ومغطي رجليه في شيء من الخجل والخوف امام الله. <applause> اما الكارويم لهم اربعة اجنحة بس. ما بيغطيش وجهه امام الله. ولذلك كنا نرى مشاهد مش للكروبيم عظيمة مش وقته <applause> نتكلم عنها لكن كان ابليس كاروب فكان في مكانة عظيمه جدا وهنا دانيال الحكمه القويه جدا. في ملك تاني كان في سفر القضاء اصحاح تسعه لما بنو اسرائيل ابتدوا يدخلوا للارض ويمتلكوها راحوا لمدينه اسمها بازق كان عليها ملك اسمه ادوني بازق <applause> وده كان ملك قوي جدا حارب كم مملكه حواليه كانت كل مدينه مملكه سبعين ملك أثرهم ما كانش بيموتهم عشان يعرفوا مم. ابليس بيعمل ايه في الناس. هيعذبهم لكن مش بيموت بيعذبوا في الاخر يموتهم. فاثر سبعين ملك قطع اباهم ايديهم مم. واباهم ارجلهم. مم. وبعدين هو قاعد ياكل على المائده بتاعته الضخمه فرحانة ومنتصر بقى يرمي لهم الاكل على الارض. فكانوا يلتقطون تحت مائدته. وقال كده سبعين ملكا قطعت أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون الخبز تحت مائدتي كما فعلت فعل بي لما مسكوه الناس قالوا ده مقطع أباهم البتاع قطعوا له الناس لما مسكوه قطعوا له أباهم إيديه ورجليه زي ما عمل فيهم وده اللي حصل النهاردة إبليس شغال صحيح مقطوع أباهم إيديه ورجليه لكن كل هدفه إن هو يعمل إيه إنه يخلي الإنسان اللي يقع تحت إيده مقطوع الاباهم يعني يعيش ذليل ويلتقط من على الارض ويعيشه في حياه صعبه من انه مالك الى الذل. الله عايز الانسان جعلنا ملوكا وكهنه وقال انتم اولادي ولا اعود ادعوكم عبيد بل احباء لكن ابليس بيعمل فيهم ايه؟ الاذلال. فقصه ادوني بازق هي نعم. قصه الاذلال. نعم يبقى ان كان دانيال كلمنا عن الحكمه لكن ادوني بازق عن الاذلال في واحد مشهور اللي هو رئيس صور وده الكلام كتير عليه في ثمانية 28 وكلنا عارفينه صور كانت زي لسان في البحر فمن حواليها البحر بيحميها من كل مكان والجزء اللي مرتبط باليابس معمول له صور منيع وما يقدرش حد يهاجم صور وقعد نبوخذ نصر مده طويله جدا محاصر صور وجاب مراكب وحاصرها من البحر لغايه ما نفذ الطعام جواها وهلكوا جواها فكانت النبوه عن هلاك رئيس صور وتحول الكلام من رئيس صور اللي عنده تحصينات جامده الى الشيطان نعم وده في حزقيال 28, 28. واحنا يمكن كل الكلام ده معروف بعد كده يعني ناس كتير اتكلموا فيه آآ آآ فهنا بيتكلم ان ابليس بيحصن نفسه اه ملك صور يعبرنا عن انه محصن نفسه تمام. لكن الرب عملي في هذه الحصون حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان لكن متى جاء من هو أقوى منه ينزع سلاحه وينهب أمتعته تمام. فنزعت كل أسلحة إبليس أنا بقول لكل مؤمن بيشاهدنا ما تخافش من إبليس مه. ما احنا بنتكلم عن إبليس مه. ما احنا بيقابلنا في الخدمة ناس عليهم أرواح شريرة مه. ما نخافش منهم ليه؟ إن القوة اللي معناه اسم الرب أمين أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب, والعقارب وكل, وكل قوة العدو أنا فاكر في مشاهد كثير لما كنا نبقى يقابلنا أرواح شريرة أتذكر القصة بتاعت لما اللي الرب بيقول هنا ما أحفظ القوي إبليس قوي نعم. دار متسلحة مسلحة. لكن يعمل نزع سلاحه الكامل الذي يعتمد عليه آه. فكل سلاح إبليس قصر مم. فكنت بقول ان كل سلاح لابليس كسر الرب كسره أمين. انا مش بكسر سلاحه قد ما انا باسم الرب بأكلمه او اخرجه من الحلل عليه فهنا خدنا يبقى رئيس صور وخدنا قبل كده فرعون لما خدناه في, في النباتات لكن لما نبص له في قصه يوسف في قصه موسى والضربات العشره بيكلمنا عن السلطان أمين. فابليس عنده سلطه فرعون هو المتكلم الاوحد أمين. يعني ضربه ورا الثانية ورا الثالثة وهو رأي هو رايه هو اللي يمشي رايه بس اللي يمشي فكمان ده بيحصل مع مملكه الظلمه لما بيحصل روح شرير حد مؤمن بيخرجه من حد بيرجع لرئيسه يرجع يبعته تاني هو ليه الكلمه م. بيرجع يبعتهم تاني للتواصل مع الناس وللسكنه في الناس والعمل الاعمال وكل ما الى ذلك فهو لا ييأس يعني ما انتهتش قصه العشر ضربات غير بموت البكر البكر لكن مهما تكون في ضربات هو لا ييأس ولا يفشل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه محاولاته عديده اه الاخير اللي هتكلم عنه بعلاق ابن صفور كان عنده حاجتين اتنين يستخدم العراف بلعام وهدفه لعن شعب الرب فانت تخيل اللي بيروحوا يتعاملوا مع ارواح الشر او العرافين او الصحراء انت رايح لواحد هدفه يجيب لك اللعنه هنا كان هدف بلاق اللعنه لشعب الرب تمام واستخدم مين بلعام العراف وده بيقودنا بقى للعرافه يعني طيب هنا آه. هن هنحتاج قدامنا حوالي ثلث ساعه آه. محتاجين ننقل للجزء الهام اللي حطيناه عنوان الحلقه وهو استحضار هل يمكن استحضار ارواح الموتى وعايزين قبل ما ندخل في تفاصيل قصه عين دور العرافة صاحبة الجان اللي راح لها شاول قبل ما ندخل في القصة عايزين نعمل شوية تعريفات لتعبيرات بيستخدمها الكتاب المقدس ومرات كتيرة العربي أو الكلمات المترجمة مش بتنقل لنا الصورة الحقيقية لما تحمله كل كلمة فلو تكرم المخرج ينزل لنا التعبيرات المختلفه ونسمع تعليق حضرتك على هذه الكلمات، الكلمات دي محتاجين نفهمها والهدف منها بنشوف الاصل بتاعها وبنرجع لاصلها حتى نستطيع ان نشرح هذه الكلمات. اول شيء بيتكلم على ويتش كرافت او كلمه السحر. مم. والسحر هنا يعني ماذا يضم؟ في رأيك؟ ده طبعاً السحر هو يعني سيد الأعمال الشيطانية أوه كلها أوه بنحطها إحنا تحت المسمى الواحد السحر. آه بعديها في تعبير آخر برضو بيستخدمه الكتاب المقدس وهو الجان. آه دي بتبقى يقول لك ده عليه جن يعني حاجة يقوم بأعمال يبدو أنها خارقة للطبيعة شيطانية ومبهرة والكلمة اللي في اللغة الإنجليزية بتاعتها كلمة ويزرد وللأسف الشديد حتى بيطلعوا أفلام وتسمى يتحط فيها ويزرد The Wizard of إلى آخره وكأنهم بياخدوا هذه الأسماء المشبوهة والاسماء التي لا تحمل الشر. ويقدموها إلا بصورة, بصوره فيلم عشان أوه. زي هاري بوتر برضو الفيلم المعروف اللي مرات كتيره حتى المؤمنين بيسمحوا لاولادهم ان هم يتفرجوا عليه رغم انه 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 بيحط أوه. فكره الاعمال السحريه أيوة. بطريقه عمليه أوه. في داخل المراهقين ويبصوا له على اساس انه قصه عاديه مقبوله يمكن قراءتها والتعلم منها وللاسف أيوة. الشديد احنا محتاجين كاباء على كده يبقى ندخل الافلام في نوع من الماجيك او السحر آه. فيها فيها آه. حاجات كتير آه. 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 بعدها الكتاب بيتكلم على العرافه آه. آه. لو تكرمت نزل لنا التعبير اللي بعده احنا اتكلمنا على الجان واتكلمنا على السحر اتكلمنا على العرافه بس هنحتاج اتكلم تاني على السحر وعن اللي اه اه هنرجع <applause> للساحره بعد كده <applause> العرافه ده اللي هي معلش الكلمه مكتوبه غالبا غلط هي ديفينيشن بالفي مش بالسي اللي هي الادعاء بمعرفه المستقبليات <applause> ومهم جدا ان احنا ندرك احبائي المشاهدين في كل مكان ان الاحجبه والاعمال السحريه دي كلها مرتبطه بخادم شيطاني ايوه عشان كده هذا العمل الس... العمل اللي بيديله القوه بتاعته مش الكلام اللي مكتوب ولا نوع الماده اللي مكتوب عليها ان كانت ورق او جلد او لكن اللي بيدي لهذا العمل سلطان وقوه هو انه مرتبط بخادم أيوة. او بروح شريره أيوة. بتنفذ أمور العمل ده خادم العمل خادم لهذا العمل ودي آه. حقيقه مهمة جدا ان احنا ندركها العرافه اللي هي ادعاء معرفه المستقبل أيوة. وبعديها في حاجه مهمه جدا وهي بيسموها الأرواح. بعد كده الفاميليار سبيريت التوابع. بقى أو التوابع. أوه. 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 كلمة التوابع. فاميليار سبيريت كلمة فاميليار سبيريت معناها بتبقى العدو الذي يتابع شخص معين. بيبقى عارف ضعفاته وسقطاته. وبيبقى ممكن ده بيبقى الـ الـ الروح اللي ممكن تتعب وتوقع هذا الشخص في خطيه لانه مدرك لضعفات هذا الشخص كل دي حقائق في سفر اعمال الرسل لما بولس التفت الى الجاريه اللي, كان عليها جان زي ما بيقول الكتاب وانتهر وانتهر الروح لما رجعت للترجمه الاصليه بتاعتها لقيتها بتتكلم على انها بايثون سبيريت وكلمه بايثون مع ده نوع من التعابين السامه ودي مرات كتيرة بنشوف المنظر اللي بيتفرج على اخراج شياطين سواء بنشوفه من بعض الخدام الرب الامناء في اماكن مختلفه ولا سيما بنشوفه مع مكاري في المرقصيه القديمه بنشوف ان البعض منهم بيتمرغ زي التعبان ودي كلها عباره عن ارواح بيتكلم بعد كده على المشقشقين والهامسين وبيتكلم على حاجه اسمها الرقيه دول بقى بيعملوا دي كل المشقشقين دي كلمات بتتكرر ويصحبها اصوات عاليه بيقولوا عنها طلسمات طلسمات تمتمات اه والهمسات الهامسين دول بيقولوا كلمات حاجات في السر حروف ومربعات آه مسموعة آه. كل دي عباره عن مشتقات ذكرها الكتاب المقدس آه. وحذرنا منها الوحي المقدس باننا آه آه يجب ان نتجنب كل هذه الامور شبه الكتاب المقدس هذه الامور في نظر الله بتشبيهات مختلفه آه. ممكن تذكر لنا البعض منها إحنا إتكلمنا عن تشبيهات لا مش التشبيهات ك... ك... يعني عايز أقول رد فعل الله آه أمام هذه الأمور مرة آه قال إنها بتغيظ آه الله آه آه يعني كأنك بتجيب نتائج الأمور دي أه مكرها، وشب... شبهها بروح زنا وإنهم وشبهها بروح زنا روحي هنا بالنسبة للناموس أمام كلمة الله نعم. يرجم هذا الشخص بالظبط كده لا تدع ساحرة تعيش واللي يوجد فيه جان أوكي يرجم تمام لكن عهد النعمه وده عايزين نكلم الناس نعم الرب ما قالش يرجم لا الرب كان مريم عليها سبعه شياطين نعم اخرج السبع شياطين تمام في اللي كان عن اعقاد ما بيتكلمش وما بيسمعش وكان بيرميه في الميه والنار اخرج هذا الروح الشرير فده عمل النعمه ان احنا نيجي للمقصورين تحت قوى الشر ونحررهم وانا بشجع المستمعين ان عمل المسيح بيشمل الخلاص وغفران خطاياهم، نعم. الخلاص الشفاء من أمراضهم، الخلاص التحرر من قيود أو سكن أرواح الشر في الناس. فلو حصل إن في حد تعامل في الماضي وعمل حجاب أو عمل عمل، الآن روح لحد يساعدك يكون إنسان روحي واطلب منه يصلي لك وأي مؤمن للسلطان لاعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ويخرق هذا العمل. وتطلب من الرب التحرير لان الرب قال ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا وتعرفون الحق والحق يحرركم, يحرركم. هترتاح وتخلص من كل مشاكلك اللي بتاثر على حياتك على عيلتك على اعماله او وظيفته او فشله في التعليم كل شيء بيتاثر من وجود هذه الاعمال والسحر والحاجات دي ومن السهل يتخلص منها كنا بنتكلم بقوه الله وكلمه الله امين كنا بنتكلم مع بعض قبل الحلقه عن التواصل مع ارواح الموتى ماذا أو. يعلم الكتاب في هذه الدائره وبعدين في الربع ساعه او اقل اللي فاضله نقدر ناخد حاجات عن السحر نتكلم اسماء السحر او انواعه او كده تمام لان ده بنشوفه عمليا يعني. انت قلت لي الاول هنتكلم عن استحضار طبعا في ناس بتظن ان في امكانيه لاستحضار ارواح الموتى والشر والشيطان وضع هذا الظن وللاسف مش ناس عاديين مفسرين لكلمه الله جم لموضوع عرافه عين دور اللي راح لها شاول وقالوا ما فيش حاجه اسمها استحضار ارواح لكن دي حاله استثنائيه قريت الكلام ده في كتب لشراح عظماء يبقى وضخط يبقى, يبقى الكتاب بيناقض نفسه الله يناقد نفسه كان الله قال ما تلجأوش مم. للعرافة يبقى الله لجأ للعرافة وكان لهم في العهد القديم تعاون. إن كل ساحرة ترجم آه. آه. فيبقى ما فيش حاجة إطلاقا اسمها استحضار أرواح الموتى لكن الأرواح الشريرة زي ما بقولنا بتتابع في السياسة وبتتابع في الدين بتتابع العائلات بتتابع العائلات فاميليار سبيريتس ليها أرواح تابعة عارفة مين أنت ومين أهلك وبدراستك إيه و والناس اللي بتعامل معاهم وجدودك وهذا حرفة. ليس مدعاه للخوف لا 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 ليس مدعاه للخوف <applause> لان احنا معانا قوه اكبر امين دايما عزيزي المشاهد تذكر لان الذي فينا اقوى من الذي في العالم أمين. روح الله القدوس فينا اقوى من رئيس سلطان الهواء امين مش من الارواح العاديه لكن نفس رئيس الملائكه الساقطه امين بل لان الرب من رساله يهوذا وبطرس بنعرف ان بعض الملائكه في مرحلة ثانية لما سقطوا حافظهم في قيود في في الظلام بقيود أبدية تحت الظلام، لماذا؟ لأنهم عبرة لألا يسقط ملائكة آخرون ويتوقف سقوط الملائكة أو اتباعهم ودي الكروب العظيم ودي دائرة تانية خلص. في أنواع الأرواح آه. الشريرة آه. المقيدة فإيه اللي بيحصل؟ آه أن آه بيجي المنطلق. بقى روح شرير عارف العيلة وعارف أبوه كان بيقول إيه وبيعمل إيه وقصته إيه، فيجي الروح الشرير يظهر للعراف او يديله المعلومات والعراف يدعي ان هو شاف الروح <applause> او ربما شاف الروح متمثل في هيئه معينه لان ابليس هو الكذاب وابو الكذب ويغير شكله الى شبه ملاك نور نعم. فليه ما غير شكله الى شبه واحد معين يعني يقدر يعمل كده ويبقى في ظن ان هو حضر الروح تمام ان الناس حكوا لنا عن حاجات معينه بتحصل ده كل ده كلام فارغ هي روح شيطانيه التي تعمل ولا انتقال لارواح الموتى والا كان لابليس سلطان على الذين في الفردوس او على الذين في الهويه ليخرجهم ليخرج يستريحهم من العذاب لما نطلب لو واحد عنده قريبه شرير ومات ما يستحضر روح يخرجها من العذاب هذا كلام ما ينفعش خالص صحيح. او هل ابليس هيقدر يخرج نفسه من العذاب والرب صحيح. اللي قال على نفسه ان له مفتاح الهويه والموت امين وقصه الغني والعازر واضحه مش محتاجه تفسير ما يقدرش حد يعبر من هنا الى هنا ولا يروح ينصح اخواته له اللي عازر يقول لي الاخوات اللي هي خمسه اخوات مش عايزين يجوا هنا كلام شكله جميل لا ما ينفعش فمفيش اسمح لي اقرا جزء آخر. من صمويل الاول أيوة. اصح 28 اتفضل واسمع تعليق حضرتك على عرافه عين دور وشاول واحنا عارفين القصه المعروفه وال لنا القصه عشان الناس نقراها مع بعض يعني في الوقت اللي فاضل وكان في تلك الايام ان الفلسطينيين جمعوا جيوشهم لكي يحاربوا اسرائيل فقال اخيش لداود اعلم يقينا انك ستخرج معي في الجيش انت ورجالك فقال داود لاخيش لذلك انت ستعلم ما يفعل عبدك فقال أخيش داود لذلك أجعلك حارسا لرأسي كل الأيام ومات صموئيل وندبه كل إسرائيل ودفنوه في الرامة في مدينته وكان شاول قد نفى ناخد بالنا من أنا عايز أقول التعبيرات. حاجة ساعة ما دفنوه آه. دفنوه بالجبة بتاعته اما <applause> ما <applause> الدفن ماليال اللي طلع بالجبه تاني طلع بالجبه صحيح ازاي <applause> وده سؤال مش مهمة. لما دفنوا الرب قال دفنوه كما اليهود عادة تمام جابوا اكفان وطيب تمام. ومش عارف ايه مفيش حاجة ولما دفنوا العازر قام ملفوف بالاكفان ومنديل عند الراس محدش إيه؟ بيدفن حد بجبه مش هد... مش هد... <applause> آه مش بلبسه اللي كان لابسه دفنوه خلاص بالظبط <applause> كده وبيقول انه وكان شاول وكان شاول قد قدمه. نفى اصحاب الجان والتوابع من الارض فاجتمع الفلسطينيون وده كمان اثبات تاني انه كان ضد ايوه في ايام صموئيل آه. كان بينفذ كلمه الرب ان صموئيل بيتكلموا كمركز السلطه دولت ما يعيشوش في المملكه اللي بيخربوا الشعب تمام نفاه. تمام أوه. فانت انت بتحط النقط اللي, يعني اللي ممكن تظهر بعد كده التناقض أو أو في أو آه. الفهم ده ممكن نقرأ بسرعه دلوقتي تمام. لو الوقت ضيق يعني. آه انا هاخد الجزء الثاني ان ان شاول شاف جيش الفلسطينيين وخاف أو. وباختصار فابتدى يسال من الرب الرب لم يجبه لا بالاحلام ولا بالاوريم ولا بالانبياء ده في عدد ستة م. فقال شاول لعبيده فتشوا لي على امراه صاحبه جان فاذهب اليها واسالها، فقال له عبيده هوذا امراه صاحبه جان في عين دور، فتنكر شاول ولبس ثيابا اخرى وذهب هو ورجلان معه وجاؤوا الى المراه ليلا، وقال اعرفي لي بالجان واصعدي لي من اقول لك. فقالت له المراه هوذا انت تعلم ما فعل شاول كيف قطع اصحاب الجان والتوابع من الارض فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب انه لا يلحقك اسم في هذا الامر فقالت المراه من اصعد لك فقال اصعدي لصموئيل فلما رات المراه صموئيل صرخت بصوت عظيم وكلمت المراه شاول قائله لماذا خدعتني وانت شاول فقال لها الملك لا تخافي فماذا رايت فقالت المراه رايت الهه يصعدون من الارض فقال لها ما هي صورته فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبه فعلم شاول انه صموئيل فخر على وجهه الارض وسجد فقال صموئيل لشاول لماذا اقلقتني باصعادك إياي فقال شاول قد ضاق بي الامر جدا الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالانبياء ولا بالاحلام فدعوتك لكي تعلمني ماذا اصنع فقال صموئيل ولماذا تسالني والرب قد فارقك وصار عدوك وقد فعل الرب لنفسه كما تكلم عن يدي وقد شق الرب المملكه من يدك واعطاها لقريبك داود استكفي بهذا القدر من القراءه والقصه كلها بتقول انه سال شاول الرب والرب لم يجبه اذن الرب رفض ان يقدم له اجابه فكان الحل البديل الذي حاول شاول بشره و و وكونه مرفوض من الله أنه يلجأ إلى الجان والعرافة خدنا في تفاصيل هذه القصة وهل نجحت هذه العرافة أو صديقة وصاحبة الجان أن تأتي بهذه الشخصية ومن هذه الشخصية وهل هي صمويل والملابسات في عجالة قدامنا خمس دقائق في يعني كل المده كده خلصت انتهى البرنامج <applause> طيب الاول وصايا كلمه الله واضحه لا تدع ساحره تعيش لا تلتفت الى الجان النفس التي تلتفت الى الجان والى التوابع لتزني وراءها وراءهم اجعل وجهي ضد تلك النفس واقطعها من شعبها ده اللي الرب ده الرب بيقوله يعني تمام. شاول لما يروح يلجا للعرافه يبقى الرب هيبقى ضد ضده ضد ويقطعه تمام والشيطان يبقى فاهم ذلك تمام. إنه هو بيخالف وصيه الله ويستحق الموت عشان كده كلمه عن الموت وكانت النموذج زي ما قلنا بيقول اذا كان في راجل او امراه جان او تابعة يقتل بالحجاره يرجمون ده كان بيحصل كمان كان في وصيه عن الموتى لا يتنجس احد منكم لميت في قومه حتى كان يقوم بالدفن اقرب الاقربين عشان مش اي واحد يتنجس وبعدين قال كده لا يوجد فيك من يعرف عرافة ولا عائف كلام ده تصنية 18 ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرق رقية دي كل الحاجات اللي الناس بتعملها ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى تمام يعني مبدأ استشارة الموتى ضد كلمة الله نهائيا من المحرمات من المحرمات واللي يعمل كده الرب هيكون ضد هذه النفس من يفعل ذلك مكروه عند الرب وعندنا وصايا كتير اذا قالوا لكم اطلبوا الأصحاب التوابع والعرافين والمشخشقين والهامسين الى اخره واضحه قصه الغني والعاذر ان كانوا هم الثلاثه في عالم ما بعد القبر بعد الموت نعم اللي هو الفردوس نعم او اللي كان في العهد القديم يسمى شاؤول عشان الناس بتتلخبط في الحته دي يعقوب يقول تنزلون هوات شيباتي بحزن الى هويه شاول آه. شاؤول هي اسم علم لدار الموتى في السعادة كانوا أم في العذاب وبينهم هو عظيمة لا يستطيع أحد انتقل من هنا لهنا وده الواضح في قصة الغني والعازر في لوقا 16 كل اللي عنده تشككات يقراها ويعرف طلب الغني خدنا, خدنا بسرعة قدامنا أوه. ثلاث دقائق لهذه القصة وتعليقك وإثبات إن كان هذا آآ آآ صورة للنبي صموئيل أم كان هذا كذب من العرافة عندنا طبعا كلمات الاصحاح لو هنرجع ليها ان هو لما دفن صاموئيل زي ما قلنا اندفن بكفن مش بالجبه فكيف ظهر بالكفن؟ وهل ايليا لما اتخطف بملابسه ولا كل واحد وضعه ايه؟ لا ما ده كلام خطا حتى ملابس الرب نزعوا الرداء واقترعوا عليه تمام. ومات في كفن فهو جسد القيامه هو جسد يختلف تماما وده يبقى فكر شرير لانه بيرجع للملموسات البشريه معندوش عندوش الفهم الروح كمان لما بنلجا الى التنكر ان شاول راح متنكر وشاول كان اطول من كل الشعب يعني اطول واحد في بني اسرائيل يصل الى كتف شاول تمام طب لما يدخل شاول حتى لو متنكر مين الطويل أو ده هو شاول طيب وجاي ليه؟ جاي يطلب صموئيل وجاي الكذا يبقى هي, هي عرفت ان ده شاول. فعشان لما عرفت انه شاول قالت له هل تعلم ما فعل شاول؟ ما تقولوش حتى الملك شاول. كيف قطع اصحاب الجان والتوابع من الارض هو بالنسبه لها مستضعف دلوقتي. فلماذا تضع شرقا لنفسي لتميتها؟ خدت منه الاول تعهد. فراح قال لها حلف لها شاول بالرب. حي هو الرب. فصدقته اه مش صدقته يعني اثبت ان هو شاول لان هي قالت له انت بتعمل لي شرك ما هو انت الطويل هو في غيرك طويل مهما تيجي متنكر فقال حي هو الرب انه لا يلحقك اسم في هذا الامر خدت منه ايه؟ التعهد فقالت له طلع لك مين؟ قال لها صعدلي صموئيل فلما رات المراه صموئيل ولا كلمه الله بتقول لما رأى شاول لا لما رأت المراه شاول ما شافش حاجه بالظبط طب هي شافت ايه؟ الشيطان بتاعها <applause> الروح العرافه اللي عندها واللي بتتعامل معاه فلما رات المراه صموئيل صرخت بصوت عظيم وكلمت المراه شاول قائله لماذا خدعتني وانت شاول تاكد تاني ما حاجه وشاول ما شافش حاجه لكن عشان تاخد خايفه على نفسها <applause> لماذا خدعتني وانت شاول قال لها الملك لا انا الملك شاول لا تخافي ماذا رأيت قالت له رايت اله يصعدون من الارض هل يقال عن صاموئيل الهه وهل يقال عن ان اللي في ارواح هم دول صاعدين من الارض اللي مدفونين في الارض الارواح فقال لها ما هي صورته قالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبه ده اللي بنقول عليهم الفاميليا سبيريتس بتعرف كل حاجه وبتقول له الصورة اللي كان عليها اللي كان. الشخص تمام. اللي هو عايزه لأن اللي بيعملوا جلسات استحضار الروح لك لا ده أنا طلبت ابويا وجاه يا عم ده روح شرير اللي لك ال النقطة أوه. المهمة جدا أخ بشارة أوه. هو أن إحنا بنبني ده اللي بيوصفه الكتاب لا أوه. يمكن أن نثق في كلام عرافة تابعة للشيطان أوه. ومكتوب عن الشيطان وصفه من صفاته الكذاب. التي يتميز بها انه الكذاب <applause> لا وبقيت الايه وابو الكذب. الكذاب أوه. ابو يعني كل كذب. يعني أوه. مصدر الكذب فكيف أوه. نقرا هذا والكتاب يوضح لنا أوه. ان, إن لا شاول شاف ولا حد من الواقفين هي اللي شافت ده كله فهذا كذب النقطه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عنها وهي في غايه الاهميه كيف تستدعي روح شخص من اين جاء؟ طب ما تستدعي واحد من الاشرار يسيب جهنم شويه يريح ويرجع تاني. فطبعا الكلام ضد آه المنطق وضد الدراسه آه العقلانيه. كمان حصل ايه من من شاول فخر على وجهه الى الارض وسجد. وسجد. طب امتى كان صموئيل بيساب حد, حد يسجد, يسجد له يسجد له بالظبط امتى ملاك الرب حد سجد له امتى بطرس ساب كرنيليوس يسجد له بالظبط او في سفر الرؤيا أو أو أو, او 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 في دانيال ممنوع لا سجود الا للرب تمام لكن يكون ان يسقط الوحي عن كده فده كله خطا ده سا... لو صموئيل اللي ظهر يمنع انه يسجد ليه خر على وجهه الى الارض وسجد لصموئيل وبعدين قال له لماذا اقلقتني بإصعادك اياي؟ محاوله للايحاء من الشيطان ان هو انا كنت في مكان راحه. لا. انت جاي بتزعجني ليه وجاي لك يعني. ده محاوله من الشيطان يغطي لانه عارف ان صموئيل فين؟ في مكان راحه. تمام واحنا هنشوف بعد كده رجع الشيطان نقد نفسه، هنشوفها بعد كده. فقال شاول ضاق بالامر الفلسطينيين يحاربونني والرب فارقنا ولم يعد يجيبنا بالانبياء ولا بالاحلام فدعوتك لكي تعلمني ماذا اصنع. ورب هيرجع في كلامه بالظبط كده خلاص فرقك وكان بيبغط روح رضيء يبقى الرب هيرجع يكلمه ما كلموش لا بالاحلام ولا بالاوريم ولا بالرؤى ولا باي شيء حاول مع كل الانبياء ان هو يوصل لحاجه ما لماذا تسالني والرب قد فرقك وصار عدوك وقد فعل الرب كما تكلم وشق المملكه من يدك واعطاها لقريبك داود هذا الكلام قاله صاموئيل في اصحاح 15 تمام لما جه يشده من الجبه تمام تعالى معايا مزقه قال يمزق الرب المملكه عنك وهيديها القريب اذا ما فيش حاجه جديده قالها بالظبط كده و... معلش الوقت خلصنا. ده و... وانتهى <applause> الوقت لكن أشكرك جدا على هذه المشاركة أعزائي المشاهدين أصلي من كل قلبي أننا نتجنب بجميع الطرق أننا نكون مكرهة في نظر الله أو نغيزه بأعمال السحر والشعوذة وكل اللي ذكرناه حتى لو عن اعمالهم الان يتوبوا حتى الان عن باسم أعملهم. يسوع المسيح لا تضع نفسك في موضع العداوه والكراهيه ويد الله التي يمكن ان تاتي بالعقاب شكرا لكم اعزائي من اجل حسن المتابعه والى اللقاء وحلقه جديده من برنامج الحياه وبس